ما هي النصائح التي توجهونها للشباب المسلم الذي يعيش بالدول الأوروبية؟ والله يعني احنا مرت علينا فترة الشباب، او يعني الان لسنا في فترة الشباب، لكن ابنائنا في فترة الشباب، والشباب كثير حتى الى الان. حلم الملايين في، يعني انا اشتغلت في العمل الاغاثي فترة، وكانت هناك ارقام صادمة ومؤلمة، يعني حينما ترى انه تلتين البشرية بيعيشوا باقل من 2 دولار، ونصف هؤلاء التلتين او تلت البشرية يعيش باقل من دولار. فانت بتتكلم في 4.5 مليار في الوقت الايامي، الان احنا قربنا على 8 مليار، بتتكلم في حوالي 5 مليار بني ادم يعيشون تحت خط الفقر، 2 دولار في اليوم. بالتالي كلهم يحلموا باوروبا والجنه في الارض يعني، وهذا الوضع غير حقيقي الحقيقه، واوروبا غير راغبه وغير قادره على استيعاب هذا الامر. اوروبا طبعا تحتاج الى الهجره نتيجه تناقص المجتمعات او شيخوخه المجتمعات، لكن اعتقد هيكون هناك صعوبه في استيعاب هذه الأعداد. والحقيقة إنه كما يعني بستثمر هذه المناسبة وبترحم على واحد من كبار فلاسفة العصر الكثيرين لا يعرفوه، وهو الأستاذ علي عزت بوكوفيتش الرئيس البوسنوي السابق، كان يقول لا تقدر البعوض ولكن جفف المستنقعات. فمشكلة هؤلاء الشباب ليست في الهجرة وعدم الهجرة، هم عذور يعني. ولذلك يعني أخي الكريم والسادة الأفاضل المشاهدين، يعني يلقى الآن بفلازات أكباد بيسموهم النورين اللي هو أقل من 18 سنة، 11 و12 و13 سنة. أنا قرأت عن أسرة أسلمت طفلها الرضيع، أو خليها عدى مرحلة الرضاع سنتين أو ثلاثة، لأسرة أخرى حتى تصل إلى أوروبا وإن كان من غير أبوه وأمه، نتيجة الهروب من الفقر. هناك من يبيع أبنائه، تكفيف الينابيع وليس قتل البعوض، هو أنه يكون هناك شيء من العدالة الحد الأدنى منه. نحن لا نحلم كثيرا، لأن العدالة في الأرض ليست، الأرض ليست جنة ولن تكون جنة، وبالتالي العدالة الحقيقية من الصعب، لا أريد أن أقول من المستحيل تحقيقها، العدالة عند الله سبحانه وتعالى. لكن انعدام العدالة بهذا الشكل وترك الناس لمواجهة الفساد والاستبداد والظلم والقهر والقمع والحروب المصنعة والأوبئة المصنعة بهذا الشكل الذي نراه، الحقيقة يعني اتسع الخرق على الفاتق يعني، والأمر أصبح غاية في الصعوبة.